السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا يوم مقطعنا راح يكون الهدايا والجوائز والسكنات مسربة لإيفنت السنة الجديدة الخاص بالصين. طبعا قبل بداية مقطعنا اتمنى اذا كنت تشوف المقطع ومش مشتركين من القناة اتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس واتمنى تدعموا المقطع بلايك. طبعا لا تنسوا تستخدموا كود المتجر YZYZET عندكم في الايتم شوب، ويلا خلونا نبلش مقطعنا. طبعا شباب بكل نهاية سنة او بكل بداية بشهر واحد تقريبا بيكون بداية سنة جديدة بالنسبة للشعب الصيني او الصين بشكل عام. ما بعرف انه هو بنهاية السنة بيحتفلوا زينا الصين ولا انه بشهر واحد بيحتفلوا، لانه فورتنايت دائما تعمل لهم ايفنت. ب 2018 سوت لهم ايفنت بشهر كأنه واحد، وب 2019 كمان عملت لهم ايفنت ووزعت لهم جوائز مجانا يعني، وهذه السنة راح يسوي لهم ايفنت ب 25/1 بعد 3 ايام. كل سنة هذا الاشي يصير بالنسبة لفورتنايت الصينية، في نسخة اسمها فورتنايت تشاينيز، هاي خاصة بس بالشعب الصيني، ما احد بيقدر يلعب اللعبة هذه الا الشعب الصيني. فكل سنة بتعمل لهم ايفنت بيكون اسمه نيو يير، يعني السنة الجديدة، وبيسوي لهم ايفنت. الايفنت بيكون انه في اشياء منهم بتنزل على الايتم شوب، سكنات خاصه بالصين، وفي بيكون عندهم ايفنت بسيط بس للشعب الصيني، في جوائز وهدايا واشياء زي هيك. ما حد بيقدر يشارك الا بس الشعب الصيني، انه هاي المسابقه بتكون الهم بس. بالنسبه للسكنات اللي راح تنزل على الايتم شوب سكنات مسربه بس، للاسف ما بعرف اذا في منها اشي راح ينزل للكل ولا بس للصين، هذا اشي ما نعرف، لانه اغلب المرات اللي كانت تحتفل بالسنه الجديده للصين كانت تنزل سكنات بس للصين. وطبعا في سنة من السنوات 2019 اعطوا الشعب الصيني هذه المظلة مجانا، واحنا نزلونا اياها بفلوس ب 2000 في بوكس، نزلونا اياها واشتريناها بفلوس يعني ب 2000 في بوكس. اللي كان يلعب النسخة الصينية والشعب الصيني يعني حصل عليها مجانا، يعني اتوقع اخذوها ببلاش يعني، بس الباقيين نزلوها على ايتم شوب بسعر 2000 والناس شرتها ب 2000. بالاضافة انه في بتكون ايفنتات كانت تصير، وبالايفنت في في بوكس، توزيع في بوكس وهي الاشياء. فهذه السنة في اشياء مسربة وما نقدر نقول انها اكيدة او مش اكيدة، بس بتضلها مجرد تسريب وما نعرف، لانه اللعبة لسه ما صرحت اي اشي بالنسبة للايفنت وبالنسبة للاشياء اللي راح تنزل بالايفنت. طبعا من السكنات اللي تسربت هذا السكن الاول راح يكون اسمه تايجرس، سكن البنت ومعاه فأس ومعاه كأنه حقيب الظهر. السكن الثاني راح يكون اسمه سويفت، السكن تشوفوه قدامكم معاه اللون وكأنه هذا حقيب الظهر. السكن الثالث اسمه جان، راح يكون له ستايلين مع حقيب الظاهر ومع فأس. السكن الرابع راح يكون اسمه جيد ريسر، المتسابقة يعني، خاصة بالسباق يعني، السكن هذا انه هي لابسة لبس السباق يعني، راح يكون له ستايلين وحقيب الظاهر وفأس. السكن الخامس راح يكون اسمه سموك دراجون، كمان ستايلين، وهذا بصراحة اتمنى ينزلوه على ايتم شوب للجميع، لانه سكن فخم جدا، مش مجاملة لا، جدا سكن فخم، وراح يجي معه اشياء كثير منها فأس وحقيب الظاهر ولون. السكن والاشياء اللي معه كلها خرافية، فاتمنى جد انه ينزل على ايتم شوب للجميع. والسكن السادس والاخير راح يكون اسمه شيفو، هذا هو السكن، راح يجي معه حقيب الظاهر وفأس. طبعا اخر سكنين بصراحة خرافيات، اتمنى انه ينزل على ايتم شوب للجميع، في احتمال انه ينزلوهم للجميع واشياء بسيطة منهم، مثلا هذا السكن بس للصين، ومثلا مثلا هذا السكن للجميع زي هيك يعني، في احتمال يعني، بس الاشي مش اكيد. وب 25 شهر مش راح ينزلوا كل السكنات مع بعض، لا، ممكن 25 شهر ينزلوا واحد، وب 26 الثاني، وب 27 زي هيك يعني. هذا اشي لسه مش مثبت وما نعرف اي اشي رسمي، لانه لسه الشركة ما تكلمت موضوع رسمي. وراح يكون الوقت طبعا شباب 25 جانوري يعني 25/1 بعد 3 ايام راح يبين معانا كل اشي. وفي عنا تسريب للايفنت، برضه تسريب مش اكيد، حتى الكاتب المقالة هذه كاتب انه مش اكيد. يحكي لك انه الايفنت من المتوقع لونر نيو يير وارب، هيك راح يكون اسم الايفنت، وش ويل بي افيلبل باي ذا اند جيم ايتم شوب، ذا برايس اوف ذا ايتم از نوت يت نون. بقول لك انه سعر الاغراض اللي راح تنزل على ايتم شوب لسه مش معروفه، وبقول لك ذا وارب ويل بي افيلبل ان ذا ايتم شوب، وبقول لك حاليا انه الاغراض ممكن راح تكون بالايتم شوب لكل اللاعبين، بس بس ذس كونكت بي كونفيرمد ات ذا تايم. بقول لك بس هذا الشيء مش مؤكد حاليا بالوقت اللي كتب فيه المقال، يعني لانه اللعبه لسه ما كتبت شيء رسمي، فهو نفسه مش متاكد انه هذا الاشياء اللي راح تنزل راح تكون للكل او للصين. انا اتوقع اشياء راح تكون للصين فقط، وفي بعض الاشياء بسيطه راح تنزل للكل. وبقول لك دبل اكس بي از اكسبكتد تو ران اول داي ثروت اوت ذا شاينيز نيو يير ايفنت، وبقول لك راح يكون في دبل اكس بي بوقت الايفنت الخاص بالصينيين. شاينيز بلاير، اللاعبين الصينيين
هو لوجن دورين ذا ايفنت، اللي بيفتحوا اللعبه بوقت الايفنت ار اوتوماتيكلي تلقائيا راح يدخلوا زي سحب، او ما فهمت شو قصده، زي سحب او اشي معين داخل اللعبه، وبالحياه الواقعيه راح يحصلوا على جوائز وشغلات زي هيك، يعني هذا اللي فهمته. فهمتوا كيف؟ فاتوقع انه راح يكون فيهم ايفنت خاص وبيلعبوا اشياء معينه وبيدخلوا على السحب بالحياه الواقعيه. سحب مثلا كيف انت بس تدخل سحب مثلا لقسيمه شراء من مول معين او شيء زي هيك، زيك بالحياه الواقعيه يعني. بعض الاشياء راح يستفيدوا منها بالايفنت لونار نيو يير جلايدر، في الجلايدر راح يكون اسمه لونار نيو يير جلايدر، خلينا نبحث عنه. هاي انا باحث عنه اصلا بس ما بعرف ايش راح يكون بالشكل هذا. اتوقع هذا اعطوهم اياه ونزل على ايتم شوب، فما بعرف اذا راح يكون هو ولا لا، اتوقع جلايدر ثاني. المهم وراح ياخذوا 100 في بوكس وإليان كيبورد. طبعا إليان كيبورد يعني راح يدخل على سحب لكيبورد يعني من شركة إليان، واحد بفوز فيه بالشهر اشوف. راح فوزوا ناس بكيبوردات إليان، يعني هذه الكيبوردات مشهورة بالصين يعني. وإليان ماوس كمان، ماوس نوع إليان. إليان صح بحكيها ولا غلط؟ مش عارف، مشوها معي والله. الماوس شكله فخم. المهم في ناس راح تفوز كمان من الماوس من شركة إليان اللي بالصين يعني. وعندك إليان هيدفونز سماعات، هذه هم السماعات والله فخمات كمان من شركة إليان، شركة صينية. كارغود بيكاكس، شو سيارة فأس الإله، استغفر الله العظيم مش فاهم يعني. هذا الفأس هذا بسميه جاد بيكاكس، إنه قوي، ممكن يعطوهم فأس يعني مسمينه بالإله لأنه قوي يكون الفأس شكله يعني، أو فأس جدا خرافي. كيو كونز زي مش عارف شو هي، خلينا نشوف، ممكن عملة بالصين اشي معين. كيو كونز بصراحة ما اعرف ايش هذه العملة، ممكن عملة كيف عندنا مثلا بيتكوين، ممكن هيك اشي. بصراحة ما بقدر اني احكي من عندي اشياء فما بعرف. اللي بعرف شو الكيو كونز يعني عنده خبرة بالصين وبعرف الاشياء هذه اكتب لنا بالتعليقات خلينا نستفيد. اقول عملة صينية اسمها كيو كونز؟ لا، لان كل صورة تختلف عن الثانية. اللي بيعرف اكتب لنا بالتعليقات. عندك كمان تنست سوبر منبر، اشتراك شهر لتنست سوبر منبر. ايش هذا تنست سوبر منبر؟ ممكن شركة او اشي مشهور بعطوهم اشتراك لشهر، كيف مثلا نتفليكس اشتراك لشهر، زيك اشتراك ايش لشهر لبرنامج لخدمة لاشي معين. بصراحة ما بعرفه انا، ممكن برنامج ممكن خدمة ممكن مكان معين بروح عليه معهم شغلة مجانية لشهر مثلا. نشوف الثاني تنسنت فيديو في اي بي وان منبر، ممكن هذه سينما لانه في فيديو، او ممكن العاب. بصراحة عن الصين اشياء ما حد بيعرفها الا اهل الصين. بدي اعطوهم كمان اشتراك لشهر لتنسنت فيديو في اي بي، فبيكون الاشتراك غالي لانه في اي بي يعني الدرجة الاولى يعني. تنسنت ديلوكس جرين دايموند، بصراحة بقرا اشياء ما بيعرفها الا الشعب الصيني يعني. زي عملات جواهر دايموند بس بلعبة معينة او بشيء معين ما اعرف كيف. هاي مثل ما تشوفوا قدامكم، انا بحاول اوضح لكم قدر المستطاع بس انا نفسي مش فاهم ايش هم هذه الاشياء يعني. اللي بعدها اللي تنسنت ميكرو كلاود ممبر، كلاود هاي زي كانه كي مثلا جوجل درايف ترفع عليه ملفاتك بعطوك مساحه، لانه هاي رسمه الدرايف نفسها. ممكن نفس الاشي انه انت اعطوك مساحه، لانه في ميكرو كمان مساحه تخزين ترفع عليه اشياء لمده شهر مثلا. اتوقع هذا الاشي ايوه ميكرو. اخر اشي راح يعطوهم خمس باتل ستار، خمس باتل باس او خمس نجوم راح يعطوهم يعني، خمس باتل باس، فايف باتل باس. واخر اشي شو كتب لنا؟ Keep in mind these are simple rumors that could very well prove untrue. معنى كلامه انه هذا الاشي ممكن يكون بس مجرد اشاعات، لانه اصلا ايبك جيم ما حكت اي شيء رسمي بالنسبه لهذا الموضوع. هذا الاشياء اللي قدر يسربها يعني هذا الشخص، وبرضه مش اكيده، ممكن الجوائز تتغير، ممكن ما يكون في جوائز مثل هيك، او مثل ما تشوفوا يعني عروضات عاملين. هذا طبعا الجوائز راح تكون بس للصين، ما تحلموا يعني تكون لباقي الشعوب او لكل الدول، لا. ممكن بعض السكنات تنزل على ايتم شوب للكل يعني، معنا سكنات فخمه اللي راح تنزل. في منها اشياء بس راح تكون للصين، وفي منها اشياء اتوقع انا اتوقع من عندي اللي راح تنزل للكل. فهيك شباب بكون حكيت لكم كل اشي بالنسبه للايفنت الصيني كامل، من اخبار ومن تسريبات ومن هدايا وجوائز وسكنات اللي مسربه حاليا، ممكن الاشياء تتغير، هذا كله مجرد تسريبات نازله ومش اكيده. حاليا قاعدين ننتظر ايبك جيم او فورتنايت تنزل اشي رسمي بالنسبه للموضوع، واول ما اعرف اشي رسمي راح انزل لكم اياه بالقناه. وبس شباب يكون وصلنا لنهايه مقطعنا، وسؤال اليوم لكم اللي هو هذا، هم سكنات ست، تشوفوهم ست سكنات بالترتيب، هذا الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس. بدي منكم تكتبوا لي بالتعليقات
شو اكثر سكن عجبك، تكتب التعليقات افخم سكن شفته مثلا، الاول اكتب واحد، الثالث مثلا اكتب ثلاث، الرابع، الخامس، السادس، اكتب رقم السكن اللي عجبك بالتعليقات، لاني راح اشوف كل التعليقات. وبس شباب، اتمنى تكون تشوفوا المقطع ومش مشتركين من القناه، اتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس، وطبعا لا تنسوا تستخدموا كود ماتجر واي زد واي زد اي تي عندكم في الايتم شوب. وبس شباب، ربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامه.